صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوما بقانون رقم 21 لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية. جاء فيه المادة الأولى: يدمج كل من صندوق تقاعد موظفي الحكومة المنشأ بموجب القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وصندوق التأمينات الاجتماعية المنشأ بموجب قانون التأمين الاجتماعي والصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 في صندوق واحد ينشأ لهذا الغرض يسمى صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية. تتولى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إدارة هذا الصندوق، وتتكون موارد صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية من جميع الاشتراكات والمبالغ والرسوم والإعانات التي تؤدي لصندوق تقاعد موظفي الحكومة المنشأ بموجب القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وصندوق التأمينات الاجتماعية المنشأ بموجب قانون التأمين الاجتماعي والصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 وحصيلة استثمار أمواله والموارد الأخرى الناتجة عن نشاطه وأي مبالغ تقرر أو تؤدي له طبقا للقوانين ذات الصلة. المادة الثانية: توقف الزيادة السنوية على كافة المعاشات والمقررة بموجب أي قانون أو نظام تقاعدي أو تأميني، وإذا تبين من تقرير الخبير الاكتواري وجود فائض في صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية أو صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1991، فيرحل هذا الفائض إلى حساب مستقل في كل من الصندوقين، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة المجلس الأعلى للتقاعد العسكري أو مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بحسب الأحوال، ويكون ذلك لزيادة المعاشات بما لا يتجاوز نسبة الزيادة في المؤشر العام لأسعار المستهلك مع مراعاة أصحاب المعاشات المحدودة. المادة الثالثة: لا يجوز الجمع بين المعاشات التقاعدية المستحقة بموجب أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976 وقانون التأمين الاجتماعي والصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 والمرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2008 بشأن نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وأي قانون أو نظام تقاعدي أو تأميني آخر. كما لا يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي وبين الراتب أو الأجر أو المكافأة الشهرية متى كانوا خاضعين للاشتراك طبقا لأي من القوانين أو الأنظمة المشار إليها. ولا يسري الحظر الوارد في الفقرة السابعة على المعاش المستحق بسبب العجز أو إصابة العمل أو بسبب صلة القرابة. المادة الرابعة: استثناء من أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976 وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 والمرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2008 بشأن نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلس الشورى والنواب والمجالس البلدية، يكون لصاحب المعاش المستحق بموجب أي من القوانين السابقة في حال التحاقه بوظيفة أو عمل غير خاضع لذات القانون الذي استحق المعاش بموجبه أن يتخذ أحد الخيارات الآتية: أولا، ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة، وذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية. ثانيا، استمرار صرف المعاش المستحق عن مدة خدمته السابقة مع تحصله على راتب أو أجر أو مكافأة عن خدمته الجديدة لا يؤدي عنهم الاشتراطات التقاعدية ويؤدي عنهم الاشتراكات الخاصة بالتأمين ضد إصابات العمل. المادة الخامسة: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد
ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مثل هذه القيمة الكلية للاشتراكات التي لم يتم تأديتها ولا تتجاوز 3 أمثالها. كل صاحب عمل لم يؤدي الاشتراكات التأمينية التي يلتزم بها بموجب قانون التأمين الاجتماعي والصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 وتؤول إلى صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية جميع المبالغ المحكوم بها.